23/8/2012 كتيبة درع السنة تقوم بخبز الخبز من أجل إطعام الثوار. الله أكبر، الله أكبر عليك يا بشار. نقوم بتأمين أنفسنا بأنفسنا. الله أكبر، الله أكبر. صامدون حتى أسقط النظام. أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ الله أكبر، الله أكبر. أين أنتم يا عرب؟ إذا كنت تظن يا بشار أسد بأنك ستحني هذا الشعب، فوالله العظيم لو نفذت هذه من عندنا إنك راحل راحل لا محالة بإذن الله تعالى. الله أكبر. منتصرون منتصرون منتصرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الهمة عالية والحمد لله. الله أكبر. سوف نأكل ونعيش حياة طبيعية تحت القصف وأنا رهابك يا بشار. الله أكبر. الله أكبر. هاي يا أحرار كتيبة درع السنة. الله أكبر. الله أكبر. لا غاز، لا كهرباء، لا ماء، مقطوع من كل شيء. الله أكبر.